هذا وحاول النظام الإيراني منذ نهاية العام الماضي وحتى اليوم وقف موجة الاحتجاجات والإضرابات من خلال ممارسة القمع الوحشي، وتم اعتقال الآلاف وقتل العشرات منهم تحت التعذيب في السجون، في حين يعلن النظام الإيراني أنه انتحروا. وفي الوقت الذي يواصل إعلام النظام أن يوحي للعالم بأنه أخمد الاحتجاجات وأنه يسيطر على الأوضاع، لا تزال الاحتجاجات مستمرة في مختلف المدن وصامدة رغم قمع السلطات الإيرانية.